سلام لكم متابعي الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلام. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الموديل اللي شايفينه قدامكم ده، وهحتاج فيه باترون الأمام وباترون الخلف. على فكرة باترون البنس الكورساج مش الباترون العادي. أنا رسمة باترون الخلف مرتين زي ما انتم شايفينه كده، لأن أنا محتاجاه مرتين. هنشوف نعمل الموديل ازاي. الموديل على فكرة انا لو هعمله هعمله بالطريقة اللي انا هوريكم هعملها ازاي. هو جاي من عند الوسط ومفصول، يعني الوسط كله منفصل والجزء اللي من تحت ده لوحده برضو. فهنشوف هنقصه ازاي. الدوران الرقبة هعمل فيه تعديل بسيط، يعني مثلا هنزل في حدود 3 سنتي و1 سنتي عرض و3 سنتي طول بالشكل ده، عشان لما اجي اعمل كول ما يكونش لفوق قوي. المرد عامله مرد عادي خالص 3 سنتي برضه. هو هاخد ال1 سنتي التوسيع في العرض بتاع الخلف، 1 سنتي برضو في الأمام في الطول. توسيع في الموديل من تحت، توسيع كبير من الصغير، فهاخد 1.5 سنتي او 2 سنتي واطلع بيهم بالشكل ده، علشان ما يدنيش يعني الموديل ما يكونش مدلدل. والحركة دي انا بعملها في كل الموديلات، يعني مش جديدة، وخصوصا البرنسيسة بطلع اكتر من 2 سنتي، علشان البرنسيس بيكون التوسيع بتاعه كبير خالص. ده الأمام بعد ما فرغت البنس. هفصل الوسط عن باقي الموديل بالشكل ده، يعني الوسط هيكون لوحده بالطريقة دي، والجزء اللي من تحت ده لوحده. هاجي عند الخلف، واللي هو الشغل كله هيكون في الخلف. الخلف الجزء اللي من فوق ده هيكون في بنسة، اللي من تحت ده هشيل البنسة دي خالص، وهيكون كله على بعضيه، يعني مش هيكون حتة واحدة، مش هيكون مقسوم من هنا. فالشغل اللي انا هعمله في الدوران بتاع ثواني افصل بس علشان ما تطلعش. ده الوسط، وده ده على فكرة طول الوسط علشان الاتنين يجوا قصاد بعض، لكن ده طول الظهر. انا اديتكم قبل كده الموضوع ده. وطبعا هاخد تقسيم الوسط، والبنس كده. انا فصلت الجزء اللي من فوق بتاع الخلف. وبرضو هعمل البنس علشان الوسط لما يجي اركبهم على بعض الوسط يجي يقديه ما يكونش واسع. هاجي اعمل الدوران اللي موجود في الامام، يعني اللي بيجيلي من الامام على الخلف. ده الجنب بتاع الخلف.
هرسم فيه الدوران بالشكل ده. شايفين ده الجنب، يعني مرتبهم على بعض وارجع الباترون زي الاول. ده الجنب بتاع الخلف، هاجي من عند الجنب للبنسة واخد الدوران بتاع الجنب بتاع الخلف. ده اول حاجة. في حاجة تانية برضه هنعملها في الباترون التاني بتاع الخلف اللي انا رسماه. ودي هشيلها خالص، مش محتاجاها. ده بقى تبع الامام، يعني الجنب الخلفي ده تبع الامام. هاجي الحاجة التانية اللي انا هعملها. انا طبعا عملت الدوران بالشكل ده في الباترون الاول. الباترون التاني هعمله من الناحية التانية بالطريقة دي. طبعا هفصل لان انا مش عايزه الجزء ده خالص. والبنس وهيكون ده الجزء الثاني بتاع الخلف. يعني انا عندي الخلف بالكامل والامام بالكامل وجزء من الخلف. موضوع سهل جدا وبسيط، هنثبتهم بالشكل ده. طبعا انا زي ما قلت لكم البنسه دي مش هتكون متخيطه في الخلف، هتكون على بعضها. بس انا لازم اقفل بنسه الوسط علشان الوسط يطلع لقد الوسط، ما يطلعش واسع. والتفتيح ده عادي لان هو اصلا موديل واسع. هو كده الصح، مش خطأ في الباترون انه فتح بالطريقه دي، لا ده كده الصح. هاجي باترون الامام والخلف، طبعا هو مفهوش خياطة في الجنب فهثبتهم بالطريقة دي. موضوع سهل جدا. وهنشوف هنحطه ازاي على القماش، وهنرسم الكول الأمامية، الكول عامة والأمام والخلف كل واحد. هجيب باترون الأمام وباترون الخلف وهثبته بالشكل ده. شايفين كتف الامامي، هحطه على الكتف الخلفي بالطريقة دي. وهعمل دوران الكل الامامي والخلفي بالشكل ده. طبعا الكولا شايفين المرد، انا هشيل مقدار المرد بالطريقة دي. يعني المرد انا مش هاخده معايا في الكولا، لا هشيله بالشكل ده علشان المرد يقفل على الزراير والكولا تبقى بعيد عن الزراير. وهاخد طبعا علامة الكتف واشيل الباترون واخد عرض الكول. عرض الكول مثلا يعني لو انت عايزاه 10 سنتي او 8 سنتي، هي الكول ده ما بيكونش عريض. وهعمل دوران بالشكل ده. طبعا
هعمل بالمزورة كل المسافة علشان تطلعش ناحية صغيرة وناحية كبيرة. ده الأمام وده خلف. الأمام هعمله دوران بالشكل ده، دلوقتي هنشوف هنقصه ازاي على القماش. طبعا التفتيح اللي حاصل في الموديل ده متخافوش منه، ده الطبيعي. الموديلات اللي بيكون فيها دوران بالشكل ده الزيادة ما بتكونش اكتر من 1.5 سم، يعني التاني بتاع الموديل اللي احنا شايفينه ده مش هتكون اكتر من 1.5 سم بس، فتعملي حسابك في الطول كويس علشان بس مطلعش. هجيب الجنب الأمام والخلف، طبعا كل القماش على مطبق مش على مفروض. طبعا هتاخدي علامات البنسة علشان لما يتركبوا صح. الخلف على فكرة نازل بدوران شوية، فهدوره على القماش بالطريقة دي. بس أنا نسيت نعمله على الورق. لما اجي اقص الكول ده الخلف، الخلف اخليه على قماش مقفول. طبعا هطبق القماش على 4، معروف ان الكول بيتعمل على 4 علشان الكول والبطانة بتاعته. ده الخلف وده القماش مقفول، هحطه بالطريقة دي. دلوقتي هقص البطانة أو السجاف بتاع الدوران بتاع الأمام والخلف. طبعا حجم الشميز طويل، فأنا لو جيت أقص السجاف أو البطانة
هتكون هتهندل معايا قماش كتير خالص، علشان اقصه هحط القماش بالطريقة دي عادل، وهقص دوران بالطريقة دي. فانا لو عملت الطريقة دي هتبقى هتهندل معايا قماش كتير خالص. فانا هعمل ايه؟ هاجي عند الدوران وهعمل يعني من بداية المنطقة السليمة دي، وهقص الدوران بس، وبعدين المنطقة دي العدلة او مستقيمة دي انا هقصها قماش عادية خالص، مش بالدوران الشكل ده. فانا هعمل ايه؟ انا بوريكوا الطريقة دي علشان الموديل الطويل، فلو انت عملتوه، لو انا حطيت القماش اللي معايا ده صغير طبعا، لو حطيته بالشكل ده وجيتوا انتوا تعملوا بنفس الطريقة، هتلاقوا نفسكم عملتوا محتاجين قماش كتير خالص علشان تجيبوا الطول ده. لا، انا هضيفه الطريقة اسهل من كده. انت هتعملي الدوران بس بالشكل ده لحد ما توصلي لهنا برضو، المنطقة اللي هي مفيهاش اي دورانات. يعني دي طريقة، بس لو انت عايزة تعملي البطانة او السياف كله من غير وصلات ممكن تعمليه، بس هيحتاج قماش كتير خالص. يعني دي طريقة علشان بس توفري القماش ما تهدريش منه كتير، لكن لو انت عايزاه مفيش وصلات خلاص عادي اعمليه بطول الموديل كله. وطبعا هاجي على السجاف او البطانة اعمله بالشكل ده، هيبقى مقداره 4 سنتي او 3 سنتي. شايفين الزيادة اللي طلعت دي؟ هاخد منها قماش عدل وهوصل بيه باقي الموديل بالطريقة دي. انا كملت الباقي، لو عايزاه طبعا من غير توصيل هتجيب القماش بالشكل ده، وهتيجي حاطه الموديل كله بالطريقه دي. وهتعملي مقدار السجاف بالشكل ده، وهتقص طبعا على الدوران. طبعا الطريقتين كده معاكي، فاختاري اللي تحبيه.
هي دلوقتي هركب السجاف. طبعا انا عملته بعد ما عملته خيطت الوصلات، بعد ما خيطته بالشكل ده عملت مكوى قبل ما خيطه في الموديل ده. وش القماش هحط الوش على الوش وهخيط بالطريقة دي. هيبقى بالشكل ده، وطبعا هعمل له المكوة. الخطوة اللي بعد كده هعمل سرفلة في السجاف، وهعمل له يا اما هثبته بالفازلين اللزق اللي هو بينزل على الناحيتين، يا اما هعمله طريقة الرفي، هرفيه بإبرة وخيط، بس انا هرفيه افضل. برضه هعمله سرفلة، وبعدين هعمل رفي للناحية دي. هخيط الخلف بالطريقة دي، وطبعا هخيط معاه السجاف بالشكل ده علشان لما اجي اعملهم بالطريقة ده هيتي ارفيهم هيترفوا بالشكل ده. بحس ان لما الرفي هعمله بالطريقة دي. دي الكولا انا خيطتها وعدلتها وعملت لها المكوة، خيطتها من جوه وعدلتها وعملت لها المكوة. هنشوف هنركب الموديل ازاي. هجيب الدوران ده اللي هو الخلف والامام، يعني هو واخد بنسة الخلف، هركبه بالشكل ده بحيث ان انا لما اركبه ياخد يبدأ من بداية البنسة بتاعة الخلف. بعد ما خيطتهم بالشكل ده هجيب الخلف وحطه بالطريقة دي عليهم. شايفين خياطة النص بتاعة الخلف هتكون على النص بتاع النص اللي من فوق برضو.
هقص البطانة بتاعة المرض وبعدين أركب الكول وهنشوفه في النهاية. دي الكولا هركبها، دي علامة النص وهركبها بالشكل ده. طبعا في المقاسات الكبيرة يفضل ان تثبتيها بالإبر. في البداية هعمل السجاف بالطريقة دي، هخيط البطانة في السجاف. ومن الناحية التانية برضو وهخيط بالشكل ده، هخيط من بداية الجاكيت السجاف بالطريقة دي. مش عارفة هي واضحة ولا لأ. ادي السجاف خيطت فيه البطانة، هخيطه بالطريقة دي، يعني الخياطة هتعدي على السجاف والبطانة. هعمل تفتيح في دوران الرقبة الخلفي، وهعمل لها المكوى وهنشوف شكله النهائي. ده شكل الموديل بعد ما اتشطب واتعملت له المكوة. ده شكل من جوه، ده تشطيب السجاف مع البطانة. بالنسبة للأمام طبعا هو مش ظاهر الموديل بتاعه، أنا حاولت أجيبه من قدام على فكرة بس ما لقيتوش للأسف. بس الكول من الخلف واضح ان هي نفس الكولا دي، ينفع تغيروا فيها، ينفع مثلا تعملوها تعملوا الكول ريفير او كول بالتو، اي موديل انتوا تحبوه ينفع تغيروا فيه. كمان البنسة اللي من قدام ينفع برضو تعملوها مقصوصة بالشكل ده، يعني يبقى الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده على بعضه.
البنسلين فهتتقص بالشكل ده من قدام، يعني الاتنين هينفع يتعملوا. لو حباها تكون بالطريقة دي ماشي، لو حابة تقص البنسة من قدام بالطول بالشكل ده برضه هتبقى كويسة. ده شكل موديل من الخلف زي ما شايفينه. طبعا هو مش هيتثبت بالطريقة دي، هيتثبت بالزراير، يعني الزراير لما هتتركب هتثبته بالشكل ده. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى أن يكون عجبكم، وأتمنى أن تكون طريقتي سهلة وأكون قدرت أوصل لكم المعلومة بسهولة. كمان ده شكله من الجنب، هيكون بالطريقة دي. طبعا لما الحزام هيتركب بالشكل ده مش هيبان ان الوسط منفصل خالص.